السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بخير وصحة وسلامة إن شاء الله، وعاد الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات. جينا لكم بإذن الله بشرح السوفتوير المجهول، سوفتوير مميز خفيف جدا على التطبيقات، وكذلك تيفي مميز، وبإذن الله بيكون شيء جميل وخرافي. راح تحصلوا الروابط كلها موجودة في الوصف، بيوصلك على الموقع وتنزل الروابط. من ضمن هذه الروابط راح تنزلها اللي هو النسخة هذه والنسخة هذه، هذه طبعا السوفت وير، وهذا عندك اللي هو اليو اس بي بيرنينج تول. اوكي، بعد ما تنزل مباشرة تروح تستخرج الملفات بالضغط كليك يمين، وبعدها تروح مباشرة الى اكستراكت تو حكيم فاينل. اوكي، على اساس انه ينزل لك في ملف مباشرة، فتضغط كذا يبدأ ينزل عندك. نزل لك هذا الملف، اوكي، وبعدها تروح تنزل اليو اس بي بيرنينج نفس الطريقة، تعمل له استخراج ملفات وتنتظر يجيك نفس كذا بالضبط. تدخل الى الداخل وتروح تثبت التطبيق اللي هي الأداة، تخليها على انجلش، تضغط اوكي، تعمل نيكست، وكذلك تعمل نيكست مرة أخرى، بعدها نيكست، وهذه تخليها مؤشرة على الصح، لا تشيلها عشان يظهر لك في سطح المكتب، وبعدها تضغط نيكست وتعمل انستول. انتهى الأمر. الحين تثبت هذا، يجيب لك مباشرة اللي هو المعرف اللي يعرف الريسيفر على اللابتوب، فتروح مباشرة تعمل التالي. لما ينتهي خلاص يقول لك انه تم تحديث الجهاز او تم تثبيته اذا كنت اول مره تثبته، وتعمل انهاء. انتهى كل شيء، تعمل فينش، ترجع الخلف، تحصل يا طويل العمر هذا هو التطبيق وهذا هو الملف. خلاص احنا هذولين ما راح نحتاجهم، انتهى الامر. يا اما تنقلهم الى مجلد تحفظهم او تعملهم ديليت، وهذا نفس الحكايه، يا اما تنقله يا اما تعمله ديليت. خلاص احنا نحتاج هذولين الاثنين فقط. تمام، راح ندخل مباشره على اليو اس بي بيرنينج نفس الحكايه هنا، ونضغط على الانجليش. اوكي، بيجيك نفس كذا كونكت سكسيز. انا اوريدي انا مركب الجهاز، شوف الحين اذا فصلت الجهاز مباشره بيكون ما في كونكت. اوكي، فاتبعوا الطريقه كيف تشبك الريسيفر على اللابتوب في هذا المقطع الجاي. خطي راح نحتاج نفس هذه الوصله اليو اس بي مايل تو مايل، على اساس يتعرف عندنا الريسيفر البي اوت. تركب مدخل واحد في مدخل اليو اس بي الخاص بالكمبيوتر، والمدخل الثاني راح تركبه في المدخل اليو اس بي في الريسيفر بجانب مدخل سلك الدش. ولكن اول شيء تضغط على زر الريكفري الموجود هنا، فقط تضغط عليه قبل ان تركب اليو اس بي للريسيفر، ضغطه واحده، ومن ثم تركب اليو اس بي على مدخل الريسيفر، وتنتظر. راح تشوف إشارة باللون الأزرق والأحمر منه اللي هو الآن جاري التحديث، فقط بعدها تشيل يدك من زر الريكفري مباشرة، وراح يتعرف الآن عندنا على اللابتوب، وراح نعمل الخطوات الباقية على اللابتوب إن شاء الله. بعد ما يشبك مباشرة يجيك نفس كذا كونكت سكسيز. خلاص الحين تشبك، أنت تروح تجيب الملف عن طريق الفايل هنا، تضغط الفايل، تضغط أي امبورت ايميج، وتروح الى الديسكتوب. انا حطيته على الديسكتوب، فاروح الديسكتوب واروح الى الملف اللي انا محاط فيه الايمج اللي هو هذا نفس القرص السي دي، تضغط عليه اوكي وتعمل اوبن. اوكي، تنتظر شويه لين ما ينتهي. اوكي، تروح تعمل ستارت، يبدا عندك الان يعمل الداونلود. احنا بخليه لين ما يخلص الداونلود كامل، ونرجع لكم ان شاء الله باذن الله. شوف حاليا دقيقتين و19 ثانية أخذ، وصار 100%. بنسكر الحين الجهاز بالضغط على ستوب، انتهى الأمر هنا. نسكر، نسحب سلك اليو اس بي مايل تو مايل. بعد ما نسحبه بننتقل على التلفزيون مباشرة. بعد ما رجعنا للتلفزيون مباشرة، تروح أول خطوة تسويها اللي هو تغير اللغة إلى العربية. ما بيجيك أي إعدادات، بيجي يشتغل على اليدين مباشرة، بيدخل لك التطبيق. المهم نجي نعمل لانجويج، ونروح مباشرة للغة العربية.
تضغط عليها موافق مره واحده خلاص تعمل رجوع، راح يتحول لك هنا اللغه العربيه. فمباشره في خيار ممتاز في التي في سيتنج لازم تسويه، افضل شيء هذا عندي انا كذلك. تروح الى هذا الخيار الباور، هذا الخيار تضغط عليه وتخليه شات داون، يعني بحال انك انت لما تضغط الزر الاحمر من الريموت يعمل اقلاق كامل، ما يعمل سليب فقط يعني لحظات ويشتغل. فنعمل شات داون نفس كذا وخلاص نرجع، بحال ان سكرنا الجهاز من الكهرباء يعني، بس تضغط الزر الاحمر يسكر بشكل كامل. نستعرض انا وانتم الخصائص اللي موجوده هنا. شوف هذا المسح كلير كاش جدا ممتاز، وهذا الفايل براوزر مثل ما وضحت، تدخل تحصل اليو اس بي اللي عندك، وهنا بس حق الرسائل اذا في تطبيقات لها اشعارات او شيء. وهذا الخيار اللي هو الباك اب اند انستول، ما علينا من هذه. الحين نرجع نروح نشوف التطبيقات اللي متوفره في السوفت وير المميز والخفيف. نروح الى الماي اب، تدخل تحصل هاي التطبيقات اللي هي موجوده، من ضمن التطبيقات اللي هو الاب تويد، بس لسه احنا ما شبكنا الواي فاي. نروح نشبك الواي فاي، تشبك بطريقه عاديه، تروح الى شبكتك اللي هي معاك وتضغط تعمل اللغم السري. وتضغط موافق. تم الاتصال بنجاح. تم الاتصال بنجاح. نرجع للخلف ونروح مثلا الى الماي ابس. نروح نشوف، نحصل عندنا هذا المتجر الاب تو ويد، متجر للتطبيقات. اول ما تشغله بيطلب منك السماح، تعمل له السماح ما في اي اشكال، تقول موافق، تعمل له السماح. عندك تطبيقات، تروح البحث وتبحث عن اي تطبيق وما عندك اشكال، ينزل لك بشكل عادي كانك تنزل من جوجل بلاي. فنرجع رجوع الخلف، نشوف في عندك هذا التطبيق الكام موجود لتشغيل السي سي كام وغيرها، وهذا عندك السيوتس بلاي معروف جدا، تضغط عليه وتعمل اوكي وتعمل السماح وتخرج من هذه عادي خروج عادي وخلاص. بعدين تشبك الجوال عن طريق الريسيفر، تبغى تشاهد فيديوهات، تبغى تعمل ريموت الجوال، ما في اشكال، سبق وصرحنا عليه شرح سابق وموجود ان شاء الله بتحصلونه في الوصف اذا اللي حاب يعني تطبيق السيتس بلاي. فنرجع الى الخلف ونشوف اللي عندنا، هذا التطبيق المهم اللي هو الفايل لينكد، تضغط عليه اوكي. بيجيك نفس كذا مباشرة بالضبط، بعدين تدخل كود، أعطيكم كود، هذا هو 2 4 2 4 5 1 اللي هو بعدين 5 7، تجي تعمل كونتينيو. مجرد انك تنزل يجيك نفس كذا متجر حكيم التقنية حكيم تي في، بس تضغط اوكي وخلاص يدخلك هنا على التطبيقات. هذه عندك التطبيقات اللي متوفرة ان شاء الله، وبإذن الله في عندكم تطبيقات ولا شيء تبغون ننزلها على متجرنا الخاص راح ننزل لكم اياها. تجيك نفس هذه الرسالة، اتغير بالريموت تخلي على ديزميسيس، تضغط عليه اوكي مباشرة. هنا عندك نفس ما هو موضح، الاشتراكات جميعها متوفرة لدى متجر حكيم التقنية، وكذلك اعزائي مباراة تي في برو عليه عرض حاليا 150 ريال لمدة سنة، تقدر تشتري عن طريق المتجر مباشرة بدون تعمل كود خصم بدون اي شيء، تحصل شعره 150 ريال بس لفترة محدودة ان شاء الله، ونرجع الى السعر السابق اللي هو 200 ريال. كلها تقدر تنزل عن طريق هذا السهم اللي موجود امامكم، هذا اللي هنا علامة سؤال اللي هو موضح هنا، هذا يعطيك شرح الى الاشتراك نفسه، الى التطبيق نفسه اللي انت بتدخل عليه في شرح له. فمثلا نضغط على علامة السؤال حاليا على المباراة، نقول له فيو نو بروبلم، نعمل اليوتيوب، نضغط نخليه مرة واحدة مثلا، مباشرة بيدخل لك على اليوتيوب وبيشغل لك مباشرة اللي هو المقطع اللي فيه الشرح حق المباراة. تشوف شرح مبدئيا، تشوف الشرح مبدئيا كيف القنوات وكيف، هذه شروحات قديمة لكن شروحات جميلة، تقدر تشوف ايش فيه وايش عليه، وإذا حبيت تشترك بعدين تقدر تراجع متجر حكيم التقنية. نعمل رجوع الخلف ونعمل خروج، ونفس الحكاية في التطبيقات الأخرى، كل واحد وموجود إلى علامة سؤال، ما عدا سيرفر
الداهية هاي تو جديد عندنا، بس سيرفر قديم ومميز ومعروف عند الأغلب، الكل يعرفه طبعا. وفقط بعد ذلك أخوتي إذا تبغى تنزل مثلا مباراة، نقول ننزله، نضغط على هذا السهم ضغطة واحدة وننتظر لين ما ينتهي، ننتظر شوية على حسب سرعة الإنترنت لديك، تنتظر لين ما ينتهي، وإحنا بنرجع لكم إن شاء الله بعد ما ينتهي مباشرة. والحين بعد ما خلص عندنا تثبيت، بس نضغط على هذا الزر نفس ما موضح أمامكم، نضغط عليه نروح نعمل تثبيت. بعد ما ثبت التطبيق تضغط فتح، تشوف عندك التطبيق موجود ما في أي إشكال، تحط اشتراك عليه بس فقط ويدخل معك على طول. نرجع للخلف، ومثل ما موضح أي تطبيق ثاني تبغاه تسوي عليه تضغط وينزل لك التطبيق وينتهي نفس الحكاية هذه بالضبط. نرجع للخلف وروح نتأكد التطبيق هل موجود أو غير موجود. إذا كان التطبيق غير موجود نفس هذه أول مرة، طبعا بصير معك نفس الحكاية هذه، غير موجود التطبيق، فإيش تروح تسوي؟ تسكر الجهاز من الكهرباء. إذا كنت عملت طريقة التي في سيتنج سابقا، بس تضغط على الزر الأحمر راح يعمل إيقاف تشغيل بشكل كامل، بس إحنا من قبل لازم نسكر من الكهرباء عادي. إذا أنت ما سويتها تسكر من الكهرباء، تفصله وترجع تركبه، وبعدها تثبت أي تطبيق يثبت معك عادي وعلى طول بدون أي مشاكل. الحين شغلناه وانتهينا من التشغيل، نشوف المفضلات اللي موجودة في الأسفل. هاي المفضلات إذا تبغى أي تطبيق تضغط عليه أوكي، تروح تشوف التطبيقات عندك. مثلا اليوتيوب، هذا اليوتيوب طبعا رسمي شغال طبيعي بدون أي إشكال. شوف عندك المباراة موجود، يعني كل التطبيقات موجودة، تثبت بعدين أي تطبيق يتثبت عادي تلقائي. تضغط على اليوتيوب، تخلي اليوتيوب هنا، وتخلي مثلا المتصفح فيا هنا، وتشوف الثالث مثلا اي شيء تحطه، مثلا الفايل لينكد مثلا. اذا تبغى تشيل اي واحد من هذه الاختصارات اللي هنا، بس فقط تضغط زر الثلاث خطوط من الريموت وتعمل اول خيار ريموف، اول خيار فقط ريموف، خلاص ينشال، تقدر تبدل بداله اي تطبيق ثاني. وهذا نفس الحكاية ريموف، وهذا نفس الحكاية ريموف. كذلك عندك هذا الاي بي تي في، هذا الاي بي تي في اذا عندك مثلا ام 3 ورابط، تجي على اللود شانل وتجي على السيرفر وتحط رابطك هنا، وبعدها تعمل داون اوكي. هذا مو اشتراك متوفر عادي، 150 ريال صار الاشتراك لمدة سنة، بس هذا حطيناه كذا على اساس يدخل معك على اي بي تي في. بالنسبة الى هذا التي في، نحن نروح الى شرح التي في، ندخل على التي في. طبعا مفضلة جدا مميزة، مفضلة عالمية جميلة بمعنى الكلمة، وتقدر تحذف منها أي شيء يعني بسهولة. نروح الحين إلى القادم، ونروح إلى تحميل قائمة القنوات من USB. بعد ما تنزلها تحطها في USB، شرحنا سابقا كذلك، وتضغط على تحميل قنوات، يجيك هذا الاثنين. أنت عندك واحد بيجي طبعا لأنك بتنزل فقط اللي هو حكيم تي في البيست فاف، يعني أفضل مفضلة في تاريخ 23/5/2020، فتضغط عليها أوكي، مباشرة ينقلك القنوات مرتبة بترتيب جميل عبر المفضلات. تضغط اوكي، هذا التي في، تي في جميل جدا سلس، بزر رفع الصوت وخفضه تقدر انك تروح يمين ويسار بسرعة جدا، تنقل المفضلات، تضغط على الزر الازرق من الريموت يجيك المفضلات مثل ما هي موضحة: الرياضة، الأفلام، الأخبار، التعليم، الأطفال، اليمنية، إسلامية، وثائقية، مصرية، لبنانية، شمال أفريقيا والسودان وموريتانيا، والمسلسلات العربية والكويتية والبحرينية والإماراتية والعمانية والسعودية وبلاد الشام. هذه كلها المفضلات من أفضل القنوات. طبعا نشوف قنوات الرياضية، تيجي تضغط عليها تحصلها مرتبة ترتيب جميل. مثلا قنوات الكي إس إيه الرياضية أول واحدة، بعدها البين سبورت نيوز، طبعا هذه فيها اختلاف كذا لكن بعدلها ان شاء الله، وهاي الثالثة والرابعة. عندك ابو ظبي الاولى والثانية والثالثة والرابعة، والبحرين الاولى والثانية، يعني كلها مرتبات بترتيب مميز على حسب كل دولة وعلى عدد القنوات، وكذلك غيرها. ترجع على المفضلة وتروح الافلام، تحصل الافلام مرتبة ترتيب جميل، يعني من افضل المفضلات. وكذلك المصرية السعودية، القنوات
غرامات الإسلامية كذلك مرتبة، وتقدر تشوف كل شيء. هنا بيكون خلصنا شرح التي في، ونفس الحكاية مثل ما قلنا لكم اليوتيوب موجود، اليوتيوب الأصلي تقدر تشبك فيه حسابك، تقدر تسوي فيه أي شيء. هذه النسخة جدا مميزة وخفيفة جدا على الجهاز، وفيها تطبيقات كثيرة اليوتيوب، ومثل ما وضح ممكن تروح إلى التخطي مثلا وتشوف هنا، وعندك بجودات عالية تقدر تشوف بجودة حتى 4K بدون أي مشاكل. ونفس ما وضحنا سابقا وشرحنا لكم هذا كل شيء عن هذا السوفت، سوفت خفيف جدا. وطبعا الفايل لينكد، الفايل لينكد هذا أي مكان عندك الفايل لينكد على الجوال تقدر تنزله على الجوال وتحط الرقم نفسه مثل ما هو موضح عندكم 24245157، ومباشرة بعدها بيدخل إلى متجر حكيم التقنية، تحصل التطبيقات اللي أنت مشترك فيها عندنا، وتقدر أنك تنزلها وتحط اشتراك عليها، وأمورك إن شاء الله طيبة. وهنا بيكون خلصنا الشرح، وتقبلوا تحياتي، أخوكم حكيم ديدي.